طب تفتكر اروح دلوقتي اجيب بلال ولا استنى مخروص؟ لان هو وعدني انه هيجي يحكي لي سلسله الدم كلها. قلت له طب ما هو لسه في اجزاء جديده. قال لي ما انا عاوز احكي لك القديم قبل الاجزاء الجديده. ماشي يا باشا، ابوس ايدك. سلسله دم هجيب لك الباقه كلها تخش على اليوتيوب. قلت له طب مصطفى جيب لي الباقه. راح قال لي على باقه حبيبي، وراح فتح الشباك كده وقال لك انا باقه يالا. يا باشا اقبض على بلال وتعالى ارتاح براحتك. يلا باشا. حاضر يا مصطفى.